انه العلماء الانجليز بيشتغلوا على الموضوع ده من اواخر شهر نوفمبر، واثبتوه وبداوا يتعاملوا معاه، لكن وقالوا لنا ان هو اكثر انتشارا او قدرته على الانتشار زياده 70%. لكن هل في معلومات عن حدته، عن اذا كان هو بيجي ضعيف ولا بيجي اقوى؟ لا، هو لحد دلوقتي هو ايه، هو نفس الشراسه، يعني هو ليس اكثر شراسه، نفس درجه الخطوره، هي نفس درجه الخطوره ويمكن اقل سنه، لكن هو اكثر انتشارا. يعني كورونا كان معروف عنها انها الانفلونزا، لو 10 موجودين في اوضه واحد عنده انفلونزا هيعدي 2. الكورونا كان بيعدي 3 أو 4. الفيروس او التحور الجديد في الكورونا ممكن يعدي ايه، ممكن يعدي 6 أو 7 في الاوضه. فاذا هو اكثر ايه انتشارا زي ما حضرتك بتقول، او عدوى. العدوى بقت اكثر، لكن مش معناه انه ولا اقل خطوره ولا اكثر خطوره. لا، لحد دلوقتي ممكن يقولوا ان هو اقل خطوره شويه، ان الحالات مش ايه، ما بتدخلش رعايه مركزه، ما ايه مش ايه ما بتبقاش ايه محتاجه جهاز تنفس صناعي، ولكن هي تقريبا نقدر نقول انها نفس الشراسه. بدا كلام في ال 24 ساعه اللي فاتوا، في ال 48 ساعه اللي فاتوا، انه في روسيا على سبيل المثال، انه احنا من الممكن ان احنا نعمل نوع من الجمع ما بين اللقاح الروسي و اللقاحات الغربية زي الأسترازينيكا أو الموديرنا أو الفايزر. لا، هو أساسا هو الأسترازينيكا، لو هم الاثنين، الأسترازينيكا اللي هو بتاع جامعة أكسفورد والروسي، هم عبارة عن أدنو فيروس، يعني فيروس غير ضار، ومحطوط عليه جزء بروتين صغير من الايه، فعشان كده الاثنين دول ينفع جمعهم. عشان كده هم بدل ما بيدوا واحد الأول، ثم بعد 21 ل 28 يوم بيدوا الآخر. فده بيقولوا ان ده كده يدي ايه، يخلي الجسم يدي مناعه اكتر. جمعهم مهم، يعني جمعهم دول على التجربه دلوقتي بيجربوا الروسي مع الاسترازينيكا، وفي تحالف دلوقتي بين الانجليزي والروسي. كويس، بس ده معناه، يعني انا ده افهمه انا برضو كواحد بتابع دلوقتي الحوار مع حضرتك، ده معناه انه في لقاح ضعيف وفي لقاح قوي وبيزودوا الفعاليه ولا لا؟ ممكن واحد يقول لك لا اصل الروسي ضعيف، او لا اصل الانجليزي ضعيف، فجمعوهم مع بعض. هو الفكره كلها ان هم اللقاحين بيشتغلوا بنفس الايه، بنفس الميكانيزم، بنفس الطريقه. ايوه. لتنشيط مناعه الجسم. فاما بيدي نوع من الايه، من الادنو فيروس ده، واحد منهم جاي من الشمبانزي اللي هو بتاع استرازينيكا، وواحد من الايه، من البني ادمين. النظريه بتقول لو خدنا الاثنين واحد ثم الثاني، مش مهم مين اللي يبتدي الاول والثاني اللي بعديه، ده المناعه بتدي مناعه اعلى، فممكن يدي فوق ال 95% زي اللقاح الامريكاني اللي هو فايزر او موديرنا الامريكاني. مفهوم. لان هما الاثنين الثانيين بيدوا فوق ال 85 بس ما بيوصلوش ال 95%. دكتور اشرف حاتم، وزير الصحه السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا.